هل تصدق الغرب هذه الرواية أو لا؟ هذا ترجع السؤال على الغرب. نحن نعرف جيدا من البداية التغيرات في أوكرانيا بداية من 2012 2013 عندما بدأت الميدان في أوكرانيا في كييف لمعارضة السلطة ذلك الحين سلطة الرئيس يانوكوفيتش، وحتى قبل هذا في 2004. وطبعا كان واضح تماما أي قوة عاملة من وراء الستار لتعبئة الشعب. ونحن انطلقنا ذلك الحين من الفكرة التوازن، توازن لا نعارضه اندماج أوكرانيا ولا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا كنا نؤيد أي قطع علاقات اقتصادية مع أوروبا. بالعكس، نحن عبرنا أن طلبنا أن لا يمكن أن تبنى أوكرانيا واقتصادها فقط متوجها إلى أوروبا، لأن ارتباط مع الاقتصاد الروسي واضح. ونحن فكرنا وعرضنا هذا بكل الوضوح أمام القيادة الأوكرانية أن أفضل خيار لأوكرانيا أن يكونوا في علاقات طيبة مع روسيا ومع الدول الأوروبية مع الغرب. طبعا بعد انقلاب الذي نظمه في 2014 أسقطوا يانوكوفيتش، لأن الانتخابات كانت سنة قبل، وهو كان رئيس سنتين، وهو كان رئيس منتخب. وطبعا بعد سنة في 2015 من الضروري إجراء انتخابات الرئاسة الجديدة. وكان واضح للجميع أن يانوكوفيتش يفشل، متهم بالفساد برشوة، يعني باتهامات جدية ضده وعدم الثقة في الشعب. ولكن هناك سؤال، إذا هو كان بعد السنة يروح طبيعيا عبر انتخابات، لماذا في 2014 نظموا الانقلاب ووصلوا إلى ساحة الميدان بين متظاهرين؟